السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل برد قاسم ومزلزل على أي خطوة شريرة ترصد عنها. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد أنه لا يحتمل وجود أي معقل لإسرائيل في الدول المجاورة لإيران. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف إن الصهاينة أعلنوا رسميا وأينما تواجدوا بأنهم لا يحتملون مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن أيضا نعمل في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية بأننا لا نحتمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وتوعد العميد رمضان شريف إسرائيل بالرد القاسم والمزلزل على أي خطوة شريرة يثبت بأنها صدرت عن هؤلاء، مؤكدا أن الحرس الثوري لا يمكن أن يتراجع عن مصالح الشعب إطلاقا. وكان الجيش الإيراني اعتبر الأحد الماضي الكيان الصهيوني المؤقت الغاصب الذي كان يحتل جنوب لبنان يوما ما بأنه اليوم محاصر من قبل حزب الله وجبهة المقاومة. وأكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كومانثر حيدري اقتدار البلاد في ظل قدرات قواتها المسلحة، وقال إن أول مؤشرات اقتدارنا هو أن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن المالكة لحق الفيتو تجلس أمام إيران في طاولة المفاوضات سعية للحد من قدراتها. فضلا عن ذلك، هناك اليوم 143 وسيلة إعلامية تعمل ليلا النهار ضد البلاد للتعميم على منجزاتها الباعثة على الفخر. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.